ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا رائد. بداية يعني لاحظنا حالة التراجعات في الدولار ومؤشر الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، إذا يعني كيف تصف أداء الدولار في ظل حالة الترقب لقرار الفيدرالي؟ طبعا نحن شفنا تراجعات الدولار الامريكي كان مردها انه عندي جمله من البيانات السلبيه التي بدات تظهر من الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد اخر هذه البيانات يوصف او ضمنيا بانه سلبي هي كانت مبيعات المنازل الجديده يوم امس التي اظهرت قراءه إن كانت أفضل من المتوقع لكنها هي لا تزال بانخفاض عن القراءة السابقة. وهنا يعني أن الأيام الجيدة بالنسبة للأسواق الأمريكية بدأت تصبح في الماضي أو في الخلف، وبالتالي يوجد مزيد من التراجعات المتوقعة في البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا بدأت الترجيحات تصب أنه ممكن الفيدرال الأمريكي يبطئ بعض الشيء عملية تشديد السياسة النقدية، ممكن أن يخفف عمليات رفع أسعار الفائدة أو على الأقل لا يقوم برفع أسعار الفائدة بمستويات 75 نقطة وما فوق. هذه بدأ يستشعرها المستثمرين في الأسواق. رأينا الدولار الأمريكي بناء على البيانات السلبية بدأ بالتراجع نسبيا وأظهر مزيد من القوة بالنسبة للعملات الأخرى أو لنظرائه من الطرف الآخر. نعم رائد، يعني نتحدث عن عودة اليورو إلى نقطة التعادل، وأيضا هناك اجتماع مرتقب خلال تعاملات هذا اليوم للمركز الأوروبي، والتوقعات أيضا تشير إلى 75 نقطة أساس. العودة إلى نقطة التعادل بين اليورو والدولار، هل هي بفعل الترقب لقرار المركزي الأوروبي أم لتراجع أداء الدولار؟ كلاهما معا بشكل واضح، انه في عندنا تراجع لاداء الدولار الامريكي كان يوم امس، وفي نفس الوقت عندي توقعات برفع اسعار الفائده ب 75 نقطه اساس للمره الثانيه في تاريخ البنك المركزي الاوروبي، وذلك عقب رفعه السابق ب 75 نقطه اساس اكثر من التوقعات. اي بمعنى اخر عندنا اسعار فائده باوروبا عند 1.25، يعتبر ذلك اسعار فائده مرتفعه جدا بالنسبه للقاره الاوروبيه التي تعاني من يعني ضعف بالنمو وضعف ب بيانات يعني شفناه من الناتج المحلي الإجمالي، شفناه من العديد من القراءات الاقتصادية نظرا لأزمة الطاقة التي تضرب بقوة. وكذلك الأمر، خليني أعطي هيك تفسير إضافي. نعم. رأينا تراجع في أسعار الطاقة أدى أيضا إلى تخفيف أزمة المنطقة الأوروبية وأعطى ثقة بعض الشيء باليورو، فارتفع عندي اليورو بشكل واضح أمام الدولار الأمريكي واقترب من مستويات التكافؤ. لكن الأهم من ذلك هو الاستقرار عند هذه النقطة. إذا ما عاد الفيدرالي للتأكيد على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر سيعود للتراجع دون مستوى التكافؤ. نعم، يعني المركزي الأوروبي ماضي برأيك برفع أسعار الفائدة حتى في ظل هذه البيانات الاقتصادية والأزمة، أزمة الطاقة كما تفضلت؟ هو مضطر للقيام بذلك حتى لا يكون مستويات التضخم ترتفع بشكل اكثر عمقا بمستويات المرتبتين. يعني نحن عندنا مستويات التضخم اصبحت من ارقام المرتبتين في معظم الدول الاوروبيه، بالتالي ما بين 11 لل 14 معظمها بالمئه مستويات التضخم في المناطق الاوروبيه، بالتالي هذا يعتبر يعني ناقوس خطر مهم جدا، لانه انا ما عندي سوق عمل متعافي وجيد. نعم. ومقدرة على الإنفاق واضحة بأوروبا كما هي في الولايات المتحدة الأمريكية. ما ننسى أن معدلات البطالة في أوروبا يعني تتجاوز 10% في عديد من الدول الأوروبية. هذا يعطي ضغط كبير من قبل الاقتصاد أن المركز الأوروبي مضطر أن يرفع أسعار الفائدة ويرفع قيمة اليورو نسبيا أو بطريقة غير مباشرة. نعم رائد، لابد من الحديث حول أداء الجنيه المصري. إذا قرار كان قبل قليل للمركزي المصري برفع أسعار الفائدة تقريبا 200 نقطة أساس، وحديث عن مؤشر الجنيه المصري الذي سيقيس يعني عن نية لإطلاق هذا المؤشر، لماذا اتجه المركزي المصري نحو هذا يعني رفع أسعار الفائدة وأيضا إطلاق مؤشر الجنيه؟ يعني نحن إذا نتحدث عن الاقتصادات الناشئة والاقتصاد المصري، أعتقد أنه في عندنا بشكل واضح جدا عملية الاندماج بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر. الاقتصاد العالمي يعني يتأثر بشكل كبير جدا بمتغيرات كبيرة، من عندنا توترات الجيوسياسية، عندنا أزمة الطاقة، عندنا العديد من مستويات التضخم المرتفعة. لا يمكن أن يكون في عندنا يعني
محاولة بنوك مركزية السيطرة على سعر الصرف بشكل مباشر، وإنما يعني عملية التعويم بشكل أكبر، عملية رفع أسعار الفائدة هي متماشية، إنه ما يكون عندي تضخم خارج عن السيطرة بهذه الطريقة الحادة. وبعتقد الاقتصادات مثل الاقتصاد المصري على سبيل المثال بحاجة أن يواكب أكثر أو يقلص الهوى أو الفجوة ما بين السياسات النقدية المتبعة والسياسات النقدية العالمية، بالتالي ذلك يعزز منطقة المستثمر الأجنبي في اقتصادات ناشئة ويجذب أيضا استثمارات أجنبية في نفس الوقت. نعم رائد، يعني أخيرا نتحدث عن الين الياباني، إذا بالرغم من حالة التراجع في مؤشر الدولار لم يستفد كثيرا وبقي ضمن مستويات متراجعة قياسية، هل تتوقع أن يكون هنالك إجراءات جديدة من المركز الياباني أو إجراءات لإنقاذ الين؟ يعني احنا عم نشوف الين الياباني محاولات واضحة من قبل البنك المركزي الياباني للتدخل ب يعني السياسة النقدية بشكل مباشر، وذلك منعا لانهيارات الين الياباني. نحن شفنا الين الياباني عم يتحرك بنطاقات حقيقة انا اراها نطاقات كبيرة جدا، نحن عم نشوف ال 300 وال 400 نقطة يتحرك فيها الين الياباني امام الدولار الامريكي في الآونة الأخيرة، وهذا يعتبر في اساس انه هناك تدخلات واضحة وصريحة غير مصرح للبنوك المركزية بالتدخل بشكل مباشر في سعر العملات، ولكن يقوم البنك المركزي الياباني بالتدخل لأنه الانهيار قوي جدا في الين. ولكن على الطرف الآخر خف بعض الشيء هذا الانخفاض الحاد للين لأنه الدولار الأمريكي تراجع بعض يعني يوم أمس، فشفنا أنه الين الياباني يعني يرتفع بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي كزوج نحن عم نشوفه عند مستويات 144-145، ولكن أي عودة لرفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي راح نشوفه 151 مرة ثانية. نعم، محلل الأسواق المالية في إيكويتي جروب رائد خضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.